الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزى الله خيرا الإخوان الشباب على ما يقدمون للناس من هذا الخير، وهذا الخير هو سبب لرفع اللعن عن المسلمين عن الناس، لأنه ما يحصل الآن من الضلال في العقائد، ومن الضلال في المناهج، من الضلال في الأخلاق، ومن الضلال في الممارسات، سببه كما بيّن الإخوة هو الجهل والبعد عن الدين. وأن من صار يتكلم باسم الدين أو يتبنى الدفاع عن الإسلام يغش المسلمين ولا يبين لهم أمر دينه، وده يا أخواننا من أسوأ الأمور. وهذه الأيام بالذات هي أيام بتاعت صخب وغضب إلهي، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في صفة عباد الرحمن، قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال العلماء من معاني الزور الذي في هذه الآية أعياد المشركين، كعيد النيروز والمهرجان وغير من الأعياد تحت المشركين والكفار. هذه الأعياد ينزل فيها الغضب من الله سبحانه وتعالى على العباد. ولذا جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي مسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. وهذا الحديث أولا يدل على صفة الصبر لله سبحانه وتعالى على ما يليق من جلال بجلاله. ثانيا فيه أن الخلق يؤذون الخالق تبارك وتعالى. في بشر ربنا خلقهم مرقوا من بطون أمهم ضعفاء، مساكين، محتاجين، لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا نفعا ولا ضرا. الواحد لما يكبر ويمشي بيكر عينه يقوم بمعارضة الخالق تبارك وتعالى، ويقوم بسب الخالق جل وعلا. وهذه الأيام هي من أيام شتيمة الباري تبارك وتعالى، وتنزه وتقدس الأيام دي، فهمت؟ ولذا لما ينكر الناس هذه المنكرات التي أقل ما يقال في حالها أنها من المحرمات، أقل ما فيها في أراس السندة، أقل ما فيها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، قال: يجعلون يشركون به ويجعلون له الولد، أو ويجعلون له ولدا ثم هو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم، أو قال: ثم هو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. ربنا سبحانه وتعالى بيأكل الناس، يأكلوا ويشربوا ويستمتعوا ويتباهون بما هم عليه مما أنعم الله به عليهم، ثم هم بعد ذلك ينسبون لله الولد. وكثير من الناس ما حاله ولا غرضه إنه ينظر إلى ما يرضي الله فيأتيه، وما يسخط الله فيجتنبه، فيذهب إلى ما يرضيه هو وما يرضي نفسه وهواه وشهوته ويأتيه، وإن كان ذلك في سخط الله. عشان كده أخواننا الإنسان ما يكون إنسان تبع، إنسان يكون زول فارق ما عنده علم في راسه ولا عنده تقوى ولا خشية ولا إيمان. ناس مارقين في الساحات وشايلين معاهم أنابيب، شايلين أنابيب وشايلين معاهم بيض، فهمت؟ تاع جداد، كرهوا الجداد ذاته، بدل الجداد البيض تاع الجداد ده، بدل الناس ياكلوا يتفلقوا به، وناس بيشيلوا مويه بارده في ايام الشتاء. شوف المضره دي كيف، معقول ده يكون بالعقل كده؟ ده يكون حلال؟ وهل يكون هذا امر مرغب فيه؟ والغريبه بتلقى ناس سايقين معاهم نسوانهم، مرته، فهمت؟ وسايق اولاده وسايق اخواته كده، ومارق قال ماشي يروس، ماشي يحضر هذا الهرج والمرج واللعب بالاعراض وبغيره. وفي ناس طبعا بيشيلوا حاجات ثانيه، بيشيلوا طوب،
حاجات تانية سائلة يضربوك بها وانت بتقعد تكورك وما بيفتح شرطة بيدفع بيفتح فيك بلاغ. انت على كيفك؟ قال وداك شنو؟ يقول لك الشغلة دي قال انها موية وطلعت حاجات تانية. وانت الوداك شنو ذاته؟ فهمت؟ فده الحاصل ولا ما حاصل؟ ولا ما حاصل؟ الشغلة دي حاصة ولا ما حاصة؟ الشغلة دي حاصة ومشاغلة وفهمت؟ وتلقى داك بيشغلوا ليه في بناته وبدت وهابي نيو يير وما معروف الشغلة، يمكن الكهرباء تقطع وبناتك قعدات، فهمت؟ فدي مشاكل، والله دي مشاكل. وناس ماشيين وده كله من اللعب باللعب وجهل يدل على الجهل. ولذلك يا اخواننا ال- 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 الناس مبارين ساكت، ها الناس ماشيين ساكت الا من رحم الله، وكما بين الاخوه يتبعون سبيل هؤلاء اليهود والنصارى. شوف اليهود والنصارى ديل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تدخلوا على اليهود والنصارى في كنائسهم في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم، بينزل لهم الغضب. ليه؟ لأنهم جعلوا لله الولد. يا أخي إذا كان القسيسين بتاعنا اليهود والنصارى ما بيرضوا إن واحد يقول له أنت عندك ولد، لأنهم عندهم الراهب أو رجل الدين عندهم لا يليق به أن يكون له ولد، فكيف يليق برب العزة والجلال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كيف يكون له ولد؟ فكذا جاء في الكتاب المحرف اللي هو ما يسمى بالكتاب المقدس، وده كان شلناه في اسبوع المهندس الاسبوع السادس بتاع المهندس في الجنوبي، لقينا النصارى ناس فيليوس الفرج وده الكيزان كوز اسمه فيليوس الفرج كاهن كنيسة الشهيدين، عنده صليب كبير جدا داكوس الزول ده، فهمت؟ عامل له معرض وكده، ولقينا واحد شعبي قاعد يتناقش معاهم، والجماعة عصروا الشعبي، النصارى عصروا بتاع الترابي، عصروا ليك وكده، فهمت؟ المهم ربنا وفقنا جينا متلبين طوالي، قلنا له وانت بتقول الله عنده ولد، وجوه في الانجيل بتاعكم ده الله قال تصارع مع يعقوب، يعقوب قال ربنا نزل من السماء للواطة، ده في الانجيل سفر التكوين، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ادى النبوه لاخو يعقوب، يعقوب كان ما فيش، فلما جاء راجع يعقوب لقى الله ادى النبوه لذاك، قال لي الا تديني نبوه زي ما اديت اخوي، فتصارع مع الله الى الفجر، بعد ذاك ربنا اداه النبوه. هذا الكفر والباطل والشرك والالحاد يقوله النصارى. لما فتحنا الكلام ده قاموا ادونا انجيل وطردونا برا، فهمت؟ فرجع الشعبي خائبا ورجعت بغنيمة واحد إنجيل، فهمت؟ الميم جبناه عشان نكشفهم بهم. جوا هذا الكتاب فيه سفر يسمى بنشيد الأنشاد، نشيد الأنشاد ده وزعوه في التسعينات في جنوب أفريقيا، فحاربته حكومة جنوب أفريقيا باعتباره سفرا يدعو إلى الجنس، كله عيناك كأنهما غيايتان من تحت نقابك وشفتاك ونزل تحت، أنا بقف إلى هنا تنفصل أجزاء الرياضية. المهم فهمت؟ النازل عندهم كلام غريب جدا، ده غير يزعم أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وسلام على عبادي الذين اصطفى يرموهم بالزنا وبشرب الخمور إلى غير ذلك من الباطل والضلال. عشان كده أخواننا ما بيجوز للإنسان يمشي معهم، ما بيجوز للإنسان يمرق معهم، ما بيجوز لك، حرام ما تمشي، فهمت؟ ما بيجوز لك تمرق، دي أيام بتاعت سخط. ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، قال ابن عباس أي عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه، قال العلماء تنشق السماء من عظمة الله، قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض أي غضبا لله وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهمت؟ فما بيجوز للإنسان يمرق وما يقول أنا دار رفي، دار ترفي رفي في غير هذه الأيام، أيام بتاعت غضب. العلماء قالوا الذي بعض العلماء يقول أن من باع بيضة في أعياد المشركين كفر، بعض العلماء قالوا الكلام ده، قالوا لو بعت بطيخة بس في اليوم ده انت بتكفر. ليه يا اخوانا؟ هل لانه البطيخ حرام او لانه البيض حرام؟ لا، ولكن لان
هذا من مشاركة هؤلاء اليهود والنصارى في أعياده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ما بجوز لك تعينهم وتعاونهم على شيء من أعيادهم، فهمت؟ فما بجوز للإنسان يمرق ويشاركهم ويمشي معهم ويهني، يقول لك دي الناس هنؤونا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ما بيجوز لك تهنيهم، حرام، ما بيجوز. قال العلماء: وهذا أشد من التهنئة على شرب الخمور والزنا وارتكاب الفواحش. ما بيجوز للإنسان يمشي يهنئ هؤلاء المجرمين. ودي كلها يا أخواننا يعني كلها من باب ضعف عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين، ضعف عقيدة ولاء وبراء. الليلة في المدرسة دي أي واحد يتذكر، كنت في الثانية أو في غيرها، معاك واحد نصراني كان في المدرسة، تلقاه لما تجي الحصة بتاعت التربية الإسلامية بيتخارج، ما بيقعد معك، ولو فتحت موضوع بتاع دين بيقوم بوقفك. لكن تلقى المسلم ما فاهم حاجة، جاري وراه طوالي، فهمت؟ ويغش ذاك، يقول له: طيب عيسى نبي ولا ما نبي؟ وش القرآن قال لك آمن به وهاي خلاص هاك الإنجيل؟ لا ما هاك، أنت بليد ولا جنون؟ عيسى النبي عليه السلام يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أؤمن بعيسى أنه رسول من عند الله، وأنه عبد الله، وأنه من أولي العزم الخمسة من الرسل، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله، ولكن الحق الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام نسخ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فما بيجوز الآن نتبع غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة في يد عمر قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب التشاكين؟ قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. انظر، شوف المقام العظيم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ما عارفين، ما غشوا الجماعة الصوفية، ها حب النبي الما بالنبي، بيجي تلقاه بيغني حب النبي الما بالنبي، بعد شيء يمشي يغني بمناسبة رأس السنة تلقاه هناك والجماعة، فهمت؟ والمشكلة وديك ما مشكلة، يا أخي أنت قاعد هنا دي مشكلة ذات كونك قاعد هنا. فالناس إلا من رحم الله ما فاهمين حاجة، ده غير علماء السوء اللي بيزينوا لهم، يجيهم التراب يقول لهم هؤلاء أهل كتاب، يعني ده اسم الدلع، يعني ما كافر برا الإسلام، أنت ذاتك برا، خليك من بطرس، أنت كده خش يا التراب، خليك من اللي بتدافع عنه، الترابي ذاته كافر، شافتح بلاغ، فهمت؟ برا الإسلام، خليك من العواليق العطالة ديل، دار تدخلهم لنا في الإسلام، وأوعك تجي تقول لي لا ما كان تكفره، زي ما قال واحد كده اسمه دكتور خالد، قال لا ما كان تكفره، كان عمل لجنه عشان كيلو، يا زول ده برا الإسلام، أنت بتلعب ولا شنو؟ ده الدين يا زول، أوعك تجامل في الإسلام، الإسلام ده واضح، كافر بنقول لك كافر، مبتدع بنقول لك مبتدع، صح بنقول لك صح، ده ربنا أمرنا به، فهمت الحاصل؟ بعد ذاك أي زول على كيفه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهمت؟ ما بنجاملك، فهمت؟ وديل الفكر بتاع الترابي ده خلى أولاده في الإسلامية يجيبوا الأب في اليساس فرج في ذكرى غزوة بدر الكبرى، كيزان اتحاد الإسلامية 2003، جابوا فيليو في ذكرى غزوة بدر الكبرى، قال جابوا صلاة المغرب، الجماعة الطلبة خافوا الزول ده يصلي بهم المغرب، زول نصراني كافر في اليوساوس فرج، وده طبعا المنهج بتاع حسن البنا والجبهجية، ناس لورانس لوال لوال أوغستينو أرينو في اليوساوس فرج، كلهم حركة إسلامية، كلهم وعاء جامع لجميع أهل السودان. والآن بدأت تدخل في ذلك جماعة أنصار السنة المحمدية، ناس الإصلاح، جابوا محمد أحمد حسن قال يتكلم، قال التوحيد قضية أمة، انتو قال وقد بين الشيخ أن التوحيد قضية أمة، يا سلام عليك، يا سلام على بدعتك، يا سلام عليك يا ظريف، أنت ما كنت عارف أن التوحيد قضية أمة وبينصروا لك ده؟ الناس أخوان مسلمين، الله يهديك. ولذلك نحن بنحذر المسلمين، حذرك من الجماعات، من الطرق، من الأحزاب، وإنت على كيفك تبعد بعيد، ما تباري لك أي طريقة أو أي جماعة، أو عايز يغشك أنصار سنة ولا غير، يقول لك خليك معانا يا أخي، كن مع الجماعة، فإن الشيطان من الجماعة أو إلى الواحد أقرب، فهمت؟ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الحديث صحيح لكن ده ما فهموا كده، الجماعة المقصود بها إما بمعنى الجماعة من كانوا على الحق وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الجماعة جماعة السلطان المسلم، فهمت؟ ده المقصود،
لكن مش مقصود أنصار سنة، إخوان مسلمين، جماعة السرورية، تبليغين، عبد الحي يوسف، لا ديل ما مقصودين. ديل مقصود، المقصود عداوتهم وبغضهم والنفرة عن منهم وتحذير الناس منهم، ديل ما المقصودين هنا. طيب في أسئلة هنا قال لقد كثرت الفتن والضلالات وكثرت الطوائف والجماعات وكل طائفة تدعي الحق. السؤال: ماذا نفعل حتى نكون من القابضين على دين في آخر الزمان؟ نفعل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، حديث في السنن وصححه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. شنو؟ وأصحابي. تكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنت تكون من الناجين. ما تباري أي زول، ما تلتزم أي جماعة، كويس؟ مهما كثرت الفتن فهذا مصداق لهذا الحديث. أي الناس كلها تلقاها تكورك، وديل علينا جاي علينا جاي، فهمت؟ ديل دارين يدخلوك، والكيزان دارين يدخلوك، واقبل على دربنا إن كنت حيرانا، فهمت؟ وكذا، واقبل على نبعنا، ودارين يشربوك المقلب عشان تشرب وما تروى. قل لهم: ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا شنو؟ ده تكون عليه، فهمت؟ عشان كده ابن مسعود قال: الجماعة من كان على الحق وإن كنت شنو؟ وحدك براك، تكون توحيدك تمام، ما بتعرف لك شيوخ وقبب وصوفية وناس مجرمين، ما تكون معهم. الصوفية الآن بيقولوا إنه غير الله بيخلق. جاء في كتاب الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة لعبد المحمود نور الدائم، عبد المحمود نور الدائم، في ترجمة أبيه نور الدائم، في ترجمة أبوه، قال: من كراماته إنه وحدين حكولي من حيران أبوه. قال: جاء ضيفان، الشيخ قال للحوار: جر لك خروف نضحه للضيفان، كويس؟ تمام؟ قال فتشت ما لقيت أي خروف، خروف ما لقوه. قال طوال الشيخ، قال جاء الشيخ قال: والله ما لقينا حاجة، ما لقيت حاجة هاي. قال: خشى الديوان بتاعه وأمرني أن أغلق عليه الديوان. قال ثم قال: افتح الديوان. افتح يا سمسم علي بابا واللصوص الاثناشر، فهمت؟ قال: فوجدت خروفا وتحته مثلث الغزالي. يعني الله ما بيخلق براو، في الغزالي بيخلقوا مع الله، وفي البرعي بيخلق مع الله، وفي نور الدائم بيخلق مع الله، وفي عبد المحمود ولده بيخلقوا مع الله، وفي عثمان البشير الكباشي الغرز الكتاب بيخلقوا مع الله. ده ما تكذيب للقرآن؟ ده كفر ولا ما كفر؟ ده كفر. افتح بلاغ. قال الله سبحانه وتعالى، انا عندي ايات والله الذي لا اله غيره، ايات لو جوا السجن بقرابة كيف، فهمت؟ لو حكموني ب 400 سنه سجن، الحمد لله بكون انا على الحق. انا ما عندي قران، اخر صفحه سوره الحج، سوره الحج اخر صفحه دي، لا بيقدر على عبد المحمود لا البرعي لا الازيرك داعيه الشرك والضلال، لانه الحمد لله المحكمه انتهت، وطلع اخونا مزمل حفظه الله براءه. وفي النهاية لو ما طلعونا براء، نحن بنعرف التوحيد ده، لو قطعونا فوقه نحن براء، نحن براء، فهمت؟ ده داعي الشرك محمد المنتصر الإزيرك، ما بعرف جده الرابع، لو كان بعرف جده الرابع وجنى عمه كده كان بعرفه لك تعريف تمام. دجال سوداني داعية شرك وقح لا يساوي دستجة بقر، فهمت؟ ده زول عاطل ده، إن شاء الله لو ألفنا ميزان الاعتدال، ده مش بندخله في ميزان الاعتدال، ده بنجده تحت ملحق للضعفاء والمتروكين، ملحق، فهمت؟ ده ما بساوي حاجة. زول داعي الشرك، داعي الضلال، تربيع وتكعيب وتسديس ونانو وبيكو، فهمت؟ هذا المدعو الإزيري داعي الشرك وضلال. الحمد لله الموضوع انتهى، فهمت؟ الليلة نضر عيش نساكت. ده زول بيقول لي غير الله بيخلق، وربنا قال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، الإزيرك الله ولا دون الله؟ الكباشي الله ولا دون الله؟ نور الدائم الله ولا دون الله؟ بتاع الختمية، بتاع البرهانية، بتاع التسعينية، بتاع الكزنزانية، بتاع الركينية، الله ولا دون الله؟
ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله لن، أداة نفي تدخل على الفعل المضارع، يخلقوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ليوم الغيام. لن يخلقوا ذبابا، ولا الآية دي غلط، ولا نكفر بالآية، ولا عشان خاطر عيونك يا داعية الشرك الآية دي ناموصة، ولا نعملها محايات ولا بخرات سويها شنيها صوفية صوفية. أنا ما بقصد الناس تعين سخنا خلاص جيبوا الفتة، لأنه برضو في عطالة برضو بيقول لك دول قولوا صوفية كلهم كفر يا عليك الله. مش الداب، مش الداب عليك الله، ما تعكر مزاجنا، فوت الداب يا ما تعكر مزاجنا، احنا ما شغالين معك ولا فاضي لك ناس في شنو، انت في شنو فهمت؟ تضر رابطة ما تامي، لو جيب لو خليناك تجيب الكور ما قصرنا معك، نحن بنلعب مع الزيرك الحمد لله يطقطق وشلنا الكاس والموضوع انتهى بفضل الله، احنا ما عندنا اي حاجه، ده عاطل فهمت؟ فما بنقول كل الصوفيه، بنقول منهجهم نمره واحد كفري، رؤوسهم الكبار ديال طواغيط دعاة بتاع الشرك وضلال والحاد. يا اخي اذا كان المرغني بيقول قال انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي، ده المرغني بتاع القادريه قال انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه، وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن كيما يعرفون حقيقتي. ونور الدائم قال مره واحدين جزائريين بالليل قال فلما دخلوا منزله وجدوه نازلا من الهواء، فهمت؟ اظنهم خشوا مطار الخرطوم بالغلط، ولا الطيارات بقت تلبس جبه نور الدائم، انا ما بعرف الحاصل شنو دي كده، حلوها لنا يا صوفيه، اغنعونا بالشرك وبالضلال الذي ما اعتقده حتى ابو جهل كما حكى القران. ما في ابو جهل يقول لك كلام زي ده، فهمت؟ وده كلام غريب جدا. طيب قال هل الاسكيرت والبلوزه اذا كانت واسعه وفضفاضه تمثل حجاب؟ لا ما بتمثل حجاب، لابد يكون شامل وواسع وفضفاض وساتر لجميع البدن سابق، وما يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، ولا يكون فيه شهرة، ما يكون لباس بتاع شهرة، فده الحجاب الشرعي. الاختلاط إذا كان هناك أكثر من شنو؟ ما سامع. وقفات مع ولد هل شنو كده اختلاط؟ ده بجوز واحد اسمه الاختلاط، بجوز واحد اسمه في جامعة السودان الجنوبي اسمه دكتور الطاهر النزير، ده أنصار سنة فهمت؟ يقول لهم الاختلاط حرام ولكن بعد ذاك يقوم لك ليك لك فهمت؟ طيب قال الشرح مع الشباب في الجامعة بنات وأولاد، ديل ما دارين يشرح، ديل دارين يشرحوا حاجات تانية. طيب ما حكم الزاني العاقد الذي شنو كده يدخل بزوجتي، وهل العقد هو الإحصان؟ أنا ما فهمت السؤال. زاني الله أعلم، ما أعرف، الله أعلم، عرفتها؟ إن شاء الله نقف إلى هذا الحد، نواصل إن شاء الله الأسبوع الجاي، جزاكم الله خير.